السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إلى قيصر ملك الروم: لا كفال لا كفال. مهيب وسلاسة عطيتا، حلقة 131 في مكاتبة الملوك والمراجع. هجد بحر رد بسلس روم قد معلنا الحبشة وعن اسكندرية وناي كسرى لفارس تقوم بقويام عنا. بيقول لك الفائل إلا لقيصر ملك الروم يبقى كتبه وحوار دار في مجيهون وإلي كفا انتهى الحوار اللي يبقى نخلص إن شاء الله ولا كان نحمسك. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ملك الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقى العظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الآرسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعدا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأننا مسلمون. اللي كنت لك هاد بقوله الأكاديمو والآيات قاعدلو وللبقول الناس على دحية بن خليفة الكلبي البهل، وبعث الكتاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث الكتاب مع دحية بن خليفة الكلبي، وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصري ليدفعه إلى قيصر. يعني ده حيديه لبتاع البصرة، وبتاع البصرة حيديه لقيصر بتاع الروم. وكان قيصر قد جاء من حمص إلى بيت المقدس، حمص بالشوب الشام، يعني كان جاء إلى بيت المقدس في فلسطين الآن ماشيا على قدمي، شكرا لله تعالى على ما حصل له من الفتح والانتصار عن الفرسي. فلما جاءه الكتاب أرسل رجاله ليأتوا برجل من العرب يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أبا سفيان في ركب من قريش، فأتوا بهم إلى هرقل، فدعاهم هرقل في مجلسه وحوله عظماء الروم، فسألهم أيهم أقرب إليه صلى الله عليه وسلم نسبا، فأخبروه بأنه أبو سفيان، فأدناه منهم وأجلس بقية الناس وراءه، وقال لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كذبني فكذبوه، فإن استحيا فاستحيا أبو سفيان أن يكذب. اللي بحلة سنة اليوم لكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم كبسر بطيور أدوه، وأنا شكر لرب العالمين تصور على كم من حمص سك فلسطين سك بيت القدس وبرجايس على واللي ضربوكم سلبت حيو لأكادي بعرب أي إنسان أقرب عنا عرب العلا له روم لاكوية بيرم، وأبو سفيان ومجموعة عرب من قريش روم لاكو ودي فرقة الأنطاوام قصة يوم بفريهو للعزيمة روم العلا، وسأل يوم منتو أقرب إنسان دي بكم من نولا بيرو لأبو سفيان تبيرو روم قدأت قصيهم باكل عرب قول قدم أتقصيو. ف اللي بقول لهم هلا انا لناس يقول سالوته دي ليه ناس النبي صلى الله عليه وسلم قصد هلا هذا الرجل حاسأله عن هذا الرجل، اني سائل هذا عن هذا الرجل. اللي ناس اللي انا دي بنات اللي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم كذبين من قبي كذبوه لي وسبيها انا دي استحاء اللي كذبوا اللي حاسين مين حاسين من قبل لهم اللي بيدوا. وسأله هرقل: كيف نسبه فيكم؟ فقال: هو فينا ذو نسب شريف تفنجي النبي دين نسبه هو شريف تنسان عن نسب سني. فقال: فهل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ قال: لا أربي اللي هو عدم يوبين أجل عدم يوبين لا أربي اللي هو عدم يوبين. قال: فأشراف الناس تبعوه أم ضعفاءهم؟ قال: بل ضعفاءهم.
قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. والسكة دائما بيد العفاهم التلوح حكمه والسكة دائما بيد. قال فهل يرتد أحد منهم سقطا لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. ورا ارتداد من دين الله قبل سقط من عند أبي على قبل من دين لا كفر له بيدي. قال اللي سأله كله هي القلب. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. إلا يوم ذي لا إله إلا بلد يلبكم تكذبوا بعضكم إنسان كذاب حرف جيكم بليلة كنا نقول عليه الصادق الأمين. قال فهل يقدر خيانة ولد قدرته؟ قال لا. وهنا تمكن أبو سفيان من إدخال كلمة مريبة فقال ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. يعني بلا كان لها يعني بلا لكن هنا وكت بنا هنا وتجي حد يندل لا بترد دي بمواد هلا هنا يدمر لكن بدل إنسان خاين إنسان قدار على دي. قال فهل قاتلتموه؟ قال نعم قاتلناه. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. حرف الجنة تنجيو يعني مرته لا انتصر دي ابن على مرته لا انتصر دي على فنجينا سجال على بيليو. قال أعبد الله. قال قال وماذا يأمركم؟ ماذا يأمركم؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. قال هرقل معلقا على هذا الحوار ذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومه وذكرت أنه لم يقل أحد منكم هذا القول قبله قلت فلو كان كذلك لقلت رجل يأتم بقول قيل قبله بقول قيل قبله وذكرت أنه لم يكن من آبائه من ملك قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه ذكرت أنكم لم تكونوا تتهمونه بالكذب فعرفت أنه لم يكن ليبذر الكذب على الناس ويكذب على الله وذكرت أن ضعفاء الناس اتبعوه وهم أتباع الرسل وذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وذكرت أنه لا يرتد منهم أحدا وكذلك الإيمان حين تخالطه بشاشته القلوب وذكرت أنه لا يقدر كذلك الرسل لا يقدرون وذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدم هاتين إلى النبي أنه كلا أمانتنا وكلا صفاتنا يا رسولتنا يكذب على يحس على ملوك الحس يقبي دي صلاة لكم طاعات لكم اللي كنت لبي ريب مقبي كما انت تبرا ديكا اسك إلا كان عقابي لأنا بسوي دي بليكو تقول لك إلا مقبتو بيري وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجسمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي باكم عفيني لو ديكو لو ديكو أو حد أبكو باكو أدبستيكو وأنا إتمنى عكو من هنا أقول لكم سرقل الدات عمر أكو لكن من هنا أمصر لعكو بيليو ثم دعا الكتاب فقرأه فارتفعت الأصوات وكثر اللغط فأخرج أبا سفيان معه فلما خرج أبو سفيان قال لأصحابه لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر ولم يزل أبو سفيان موقنا بعده بظهور أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وفقه الله للإسلام ومنهم فقراء له يلا بيليو مرض عذاب أبا وزعلا وإلا بس ميتاب عبوه يقول علو حاول قبل أن تقص لكن أمر على أبو سفيان كم سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تصدت وقبل أن تعودت وقبل أن يكون سأل
وأجاز حرق دحية بن خليفة الكلبي بمال المكسوة للوكلة الصغيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أبو فد أولو مال بيو كسوة بيو، ثم رجع إلى حمص فأذن لعظام الروم في رزقه له وأمر بأبوابها فأغلقت، ثم قال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وإن يثبت ملككم وتتبعوا هذا النبي؟ فحاسوا حيسة عمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها مغلقة، فلما رأى قيصر نفرتهم قال: ردوهم علي. فقال لهم: إني قلت مقالتي، اختبروا بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه لا حول ولا قوة. قلت له يعني عمتكم صلى الله عليه يو يعني ربنا فراكم للنبي صلى الله عليه وسلم بها الله وقال لنا إلى الله اللي تتبعوا أمور دينكم أمور دنياكم واللي تصلح لكم لكم سبب لها يعني كلهم حاولوا لما أول اقتولوا أو لقلدوا لكن هتو الباب ده قاضي ولا كون بيلا معنا قال اختبركم ببير بكم تبي اليوم وتم يعني اللي سجدوا وركعوا بالله أدمون وأدمون منهم. ويتبين من هذا أن قيصر عرف النبي صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته تمام المعرفة، ولكن قلب عليه حب ملكه فلم يسلم وباء بإثمه وإثم رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويا أسلمة أنا لما ركوبي بجد رغم أنه تآمر على وكذا يعني. أما دحية بن خليفة الكلبي فإنه لما كان بحسمي في طريقه في بحزمي في طريقه راجعا إلى المدينة يعني منطقة حزمي دي مدينة قطع عليه الطريق رجال من بني جزام لهم من بني جزام أو لغبيت دفت لغبيت عن حول من هبوه وانتهبوه حتى لم يتركوا معه شيئا. فلما بلغ المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم زيد بن حارثة في 500 مقاتل أقاروا وقتلوا وغنموا 1000 بعير وخمسمائة ألف شاة عفوا وخمسة ألف شاة. من الأقابل لدحياء بلغوكو بهداياهو بليو دي بقبي يعني لهم بني جزام من مونس الطنحو ونحبوه وحتى يحقوا قولوا ما الناس أو منه ودي بالمدينة المنورة كم سبعة حار والنبي صلى الله عليه وسلم السريع الحاصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لهم بني جزام دي بهم زيد بن حارثة قيادته 500 مقاتل نقلوا وقول لهم يعني إقارة ودو هجوم ودو وقتلوا وسلبوا 1000 من إنسى البعير وخمسمائة ألف وخمسة ألف عفوا وخمسة ألف شاة وخمسة ألف من أعطاه من راجع من نواي وسبوا 100 من النساء ومئة من أنس لأن والصبيان ومئة من أنس ومن أجني لهم برضو يعني أري ودو لهم الأكو لهم الأكو واللي ما نقرمه ولهم ما نقرمتهم لهم نصب. وأسرع زيد بن رفاعة الجزامي أحد رؤسائهم إلى المدينة وبقيت اللي زيد بن رفاعة الجزامي بسرعة بقيسة إلى المدينة وكان أسلم هو ورجاله من قومه ونصروا دحيا حين قطع الطريق عليه، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم والسبي اللي هيني وربنا رؤساء الغنائم وكل ذي دي بس في الله على وأسلام ودي وأسلام آت على ودي بقى النبي صلى الله عليه وسلم كيسا وبيدي يا رسول الله هنا بعد ما بعد الباق عنا ونسدي عنا ومعنا وعلى جنيتنا براسقنا وعنسنا وكم سأل النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم بارسا بلو اللي حلقة ذات من دي تبت تعالى تتعيد تاكونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.